السلام عليكم الاولاد بسعادة وبسعادة كالعادة. رياكت جديدة، فما زحمة برشا، الزحمة متاع البيف ومتاع الكلاشيات اللي صارت خلتنا نعديو برشا تراكات محترمين، منهم تراك سامي كلي كيكة ولا كلي عنده 8 ايام اللي هابط، وهو فينيكس وداك وبرشا تراكات اخرين يمكن نرجعو لهم زيدا ان شاء الله نلقاو الوقت. داك ماش استغرب كي هبط فينيكس، زيدا هبط فينيكس فيتو وداك اه عنده 8 ايام زيدا هبط. خدتكش الزحمه نتاع التراكات نتاع البيف هي اللي خلتنا نزابيو برشا تراكات، كما فماش تراكات جديده شنو اللي نرجعو للتراكات هذوما نتاع 8 ايام و7 ايام نرجعو حاسين نمشيو نسمعو سامي لمسي كلي ليتس جو في بلاش عطفش والخردو 16 نربح حتى تلعب زايد واحد كونتر 12 اني على فردك عيبة وانتي واحد قديش انتي تبش وقش فوق مانكا ما تسواش انتي دوبي دوبي ديشن وتربيت عدريش قام اون نيو جينيريشن طمعو في عرقك بليش باللي عملوا معي الخيب عمري ما سألت عليش ظاهر كيف لمتنا قاعدة خف من نعمة ما كليش كلي اسم غير كلي بوكير وسيب بيك مايك برود ستوديو هكا. شوف نورمال مو ستوديو متاع سامي لمسي هذا، خاطر عنده ستوديو في بالي بيك. جت الدنيا مش خسارة، جينا ورمينا صنارة توا خلينا لمارة بيبي نسرجي الوعبد غدارة طيحينا كيف ترانا نحكي قلق مش نمبرني. عنده فايب وعنده سوية، ترى عنده فايب وعنده سوية. ناس في الغربة سمعنا يحبوني خاطرني طالع وكلامي كتيبة خرجتو ميزان وجسوني ماني شف صلاة وهم يحبوا الخسارة نبقى باسمي ربح قدرية نسحب. ذكرتني كي قلت ذكرته كي ركتين عليها اول مره قلت لي يشبه الشسم وذاك كلا غنى الا ميزر وجوت بارانيرا. لا مش يشبه ينجم يخدم حاجه كيك، ينجم يقول لك شوف ايش نقول لك حاجه. مثلا جنجون جنجون القي في الفايب نتاعو هو شكون فرشلو حلو الباب اللي هو كافون اللي جنجون الطبقة متاع الصوت هذيك القم متاع الصوت هيك اللي شكون تقرب الكافو، بالرغم اللي كل واحد يخدم في حاجة مختلفة لكن نحكي عن فايب عن الفيلينج اللي بيشوصلك من الطبقة هذيك متاع الصوت. وجنجون نوع أكثر يعني العب في المساحة هيك أكثر بحكم انه رابر وراب عمل برشة تكستويت راب يكتب مليح. جنجون عرف يلعب أكثر في المساحة هيك. قلت لك اللي سامي لمسي ينجم يعمل حاجه كيما الكيك هذيك البارتي يناوى حتى الموسيقى تكون كومبوزي نجم يلعب حاجات اخرين. يعني لاحظته في سامي ديما الفايب فرحانه مثلا حس فايب فرحان نجرب حاجات اخرين يعني نجرب موسيقى حزين صحيح نجرب سامي حاجه سامي تركته الكليكيه فرحانه عامل فايب فرحان يا سامي برو تعيش في تونس نورمالمون ديما محطم ديما حزين. حبوني ضحكوا لي تيكلي توا اللغه مشات صحيحه نحسبها بالملي ما تسألني لا نحكي ولا نعطي سري وتبقى انتي مش معانا نبقى هنا ليش نديريا يحبوا على الهدري ما سمعنا ولا بيكم ديريا ندير اللي في بالي بالوقت يرخص الغالي يا ريتني يا كل يا هذيك يخدم بها تراك وكل عام عنده هي اي ما قلت لك ايش يعني يا اخونا انتي حسب رايك اللي تعرفه على سامي لمسي كان يخدم لك حاجه بوبابك يعني حاجه اندر جراوند حاجه ينجم روحه ولا والله يشوفه كيك ما نعرفش اما نعرف عنده صوت صوتك معناه الصوت اللي نسمعه فيه هذا ماهوش استنى مال حلقه بنزارته اي حلقه بنزارته عبد الرحمن شنو قبلها مش سيدي عبد الرحمن ما علينا اخوي منزل عبد الرحمن منزل ما علينا حسيلو حلقه مع سامي لمسي ومع الاولاد غادي ودنيا خدم بومباب ياك بتتس نكتب فيه كلامي وسلامي للناس البهية ناس في الحب السرية صبا قفة ولرية خطير انا قلبي بي وديما ربي ساترني نضحك ديما زي فما الناس تحب تذرني توا وقيت باش تقطع باش تجيب الموني كاش لحشتي بمزايا ولا تشكرني توا وقت باش تقطع وتجيب الموني كاش ولحشتي بمزايا ولا تشكرني ها
علاش بلو تحرق في العباد؟ ما فهمتوش البار هذا. ارجع انا ما سمعتوش. قال اني طوى وقيت تخرج وتجيب تحرق وتجيب الماني حاجك هيك وما ولا حاجتي بمزية ولا تشكرني ما تشكرنيش على شو يشكرك بيسترني نضحك ديما زي فما الناس تحب تضرني تو وقيت باش تقطع باش تجيب الموني كاش لا حاجتي بمزية ولا تشكرني كاش حاجتي بالكاش ما حاجتيش بمزية ولا باش تقول هذاك الصح وقيد كل بار وحده هذاك وقيد باش تخرج باش تعمل كذا فلوس لا حاجتي باش تشكرني نحب على الفلوس كاش معناها هو البار هذا من الكاش بدي مش من الاول ايه كاش حاجتي بالكاش لا حاجتي بمزيان إيه. تشكرني عيش في الدنيا قبل ما يفوت الفوت اش تعرف انت من قشور الحوت وزن كلمك لنا فما سكوت تحب على الراحه اشوفك كيف تموت اش تعرف انت على قشور الحوت قال عند سكاراكول بار هذا قالوا تاخذ في قشور انت تصطاد في الحوت وانت تاخذ في قشور الحوت حاجه كيك وقشور الحوت لاني يرمزوا بها الحاجه باز قشور الحوت ايه هو كيما نقولوا هو كلا حوت وتك في قشور الحوت نورمالمون مش على شيخه يحكي زعما جت مع قشور الحوت ولا قشور معنا بمعنى قشور الله اعلم الدنيا مش خسارة جينا ورمينا صنع احنا لنا جيبوا من الاخر احنا الاخر احنا تربينا كيك راهو شوف بين عاشتك بساعة بقولوا بزرق مكنين بعيد على يد شبيك معناها راهو فما كلمات ما نفهمهمش كيما انت اللي قالها سكاراكو حزة باجية اللي هي عنا احنا حزز محامي كلا وقتا اللي ما فهمناهاش ايه كل بلاد ورطالها معروفة حزة باجية معناها حزز محامي ولا يعني بانتاكور بانتاكولش معناها زبرات زبرت زبرات زحيت زبرات زبرات برو كل بانتاكول نرى توا خلينا لمرة ببي نس رجل وعبد غدارة طيحينك فترانا نحكي قلك مش نمبرني نس في الغربة سمانا يحبوني خطرني طالع وكلامي كتبا خرشو ميزان وجسوني ماني شف صلاة وهم يحبوا الخسارة نبقى باسمي ربح قدرية كيف تجيك شوف الرفرانات بتاعو تنيك في الراس كان كما تحكي انت بومباب قد روح وراب ودنيا معناها يختم الزبين يكري فراها كما هيك ويرابي براب عادي كل موت جملة ما تبكي على الماضي ما تبكي على الغالي رب العالم صوروا انت يرابي نورمال ويدخل برفراها كما لخدمه هذا فطلعتني كفر راس الزب علي هو القضية نغزر انا يمين يساري نغزر حد ما بقالي لاصحابي لفلوس لاستوريا كل الدنيا دورية عالناس اللي ظلموني تو تعطيني الدنيا تو تزالي كنا ورا وقتي بين الفعل تو الكلها تعرف كارا والله مخي مسكر بسكرة شوفي ناس تمثل تقولش في باب الحارة بديت نركح في اموري نصنع في جموري طول ما فماش سوري وحدي برشا ما قدوني ما نحط ما فماش ستوري ولا ما فماش سوري سوري سماح في اموري نصنع في جموري طول ما فماش سوري وحدي برشا ما قدوني ما نحطش فما السوري كورة في قولي فلوسي صبولي لفتني الراب اللي فما تحكي لي مونتانا توني جامي نسيت كيفاش بديت جينا وسط القروح وما تحت الحيط شوف التكنيك محلاه يعني لاني يقلب على الريتم اللي بدا تحسوا نفس الفايب نفس الفايب نفس التكنيك وحتى في حتى في الليركس نجم نقول ما فماش كده السطوره اللي فماش لا لا هو ما فماش طب نسيت كيفاش بديت جينا وسط القروح وما تحت الحيط سمعنا سيتي صح عفريت توا كل اتكلم مالو يحبوا فيت جت الدنيا توا الكل اتكلم يحبوا فيت شخص جينا ورمينا سنارة توا خلينا لمارة ببي نس رجل وعبد غدارة طيحينك فترانا نحكي قلك مش نمبرني نس في الغربة سمعنا يحبوني خاطرني طالع وكلامي كتيبة خرشو ميزان جسوني ماني شف صلاة وهم يحبوا الخسارة نبقى باسمي ربح قدرية باهي كفايب كاريا ككل شيء زبور تراك اما اشوف فما حاجة تذكر قبل كي قلت لك يزي من الغنية على زبور تراك ها؟ شنو هي هذه زبور التراك؟ الفايب مزيانة صحيت التراك يعني شوف في شغلك كتراك كغنية باه كغنية باه احنا تو باش نحكيو في الرسمي اها في الرسمي تذكر قبل كي قلت لك يزي من الغنية على روحك شو مدخل علاش باش نسمعك وانت تحكي على روحك برو هذا اللي نحب نوصله نعاودوا اليوم لسامي لمسي علاش باش نسمع وانت تحكي على روحك باش تفك الساحة باش
تعرف شكون اللي يسمعوهم كيف بدو يحكيو كيك؟ خونا إلي. ناس كما نقولوا عند الببليك متاحة ويكونسومي من عنده إلي جي. انت برو مزل طوى سامي مزل ترك تحفر في بلاصة تفك في بلاصة. حكي لي على مشاكلياني، مشاكلينا احنا، مواضيعنا، حاجة نسبها العباد. انت تحكي على روحك في التراك، مش كان التراك هذا را حتى التراك الاخر لا فايت فيه معك لاي، فهمت؟ مش غادي، مش غادي كيف مش تمسكيني باي. والهيت متاعه مش بيحكي على روح، لا نسيتوا الهيت متاعه، حتى الرفران، حتى الرفران نسيتوا الهيت متاعه. ايش نقول كلمات سامي لمسي؟ خاطر انا مش متبع الحقيقة مع سامي لمسي بعد الهيت ولا يحكي على روحه. هي بتبعتها كما تحكي انت، كما تحكي انت ماكش غلط، ماكش غلط كي في اللي تحكي فيه، على خاطر بزيت ما عملتش الحاجه اللي تخليك تحكي على روحك، بالعكس لازمك تزيد. وكما قلت لك الفويبوت بتاعه الكل تحسوا فرحانين، ينجم يجرب حاجات في الدين، حاجات يغمق شويه هيك يركح الدنيا. انا اشوفك في حاجه تحكي ما على رولاسيون فاشل نيش اسمه رولاسيون علاقة فاشل ناجحة. شوفوا بدل المواضيع برو، شوف انت راهو اكثر التراكات اللي تمس العباد هي متاع الحب، راهو اللي احنا قبل في الراب التونسي كانت تعييرة قبل كلاي اول ما بجي وبدي يعاير في لا في كلا في شو اسمه مانيش وقت قال فما بار قال مانيش اني اللي غنيت خلوني شنية اللي غنيها وقتها غناها على الحب وقتها البلطي مش نياني ولا يدري ما تراك تركفني هو لكن تو ولات ماشي برشة تركت الحب. شوفوا كازو طلع بالحاجات هذيك، انت عندك فايب مزيانة برو عندك صوت، خلينا نشوفوك في حاجة بالرسمي هذيك التراكات اللي باش تخليك تقدم حاجة تمس بها العباد وتمس بها لو جرون بيبليك. شوف الجروب بليك شحاب اليوم جنجون، وهذا ما يعنيش انه تراك خايب ولا تراك ستوندار صحيح. كي تبدا كي نبداو نسجلو تبدا تسجل في وسط الكابين تعطي تحس اللي انت عطيت حاجه بها نوار شنية وصلت صحيح. يقول لك ستوندار معناها راي نجم تعمل مخين فاش ابداع ما فاش فماش حاجه جديده نعرفها الحاجات كان عندك فهمتها. على المواضيع طوا نجم هذي تحط التراك هذا تحطه في كنبة تحطه في شوف وتشيخ وتعمل جو، لكن اللي نحكيه فيه خليني اوصل فكرتي. اوكي فما امسيات في تونس ورابيرات راهم عندهم مشكلة في المواضيع، يموت لك في الموضوع هاكا كيما اللي مات في الموضوع هاكا ديما اللي تركت الكل يحكي على روح. سامي لمسي تحسوا ماشي في نفس الثنين فاهم يعني، راه فما مواضيع اخرى تحكي عليها تنجم كيما جنجون تركوا الاخراني اخر هي تعملوا جنجون شنية يحكي فيها ما نتفارقوا يحكي على الحب، عامل هيتات اخرين كيما شنية اللي هو مع شو اسمه مع ريد ستار موضوع اخر جملة. يعني مشكلة المواضيع لازمتكم تحكيوا وتغنيوا على مواضيع اخرى، جرب برو جس موضوع شوف موضوع والتراك يكون على موضوع زادة فهم. يعني كي نجي تراك كما هذا نقول بالله تراك سامي لمسي كلي على شنو يحكي على رب فماش موضوع، لكن نحب والله يحكي على صاحبته، يحكي على البلاد، يحكي على السياسة، فما موضوع في التراك، يحكي على الحبس، يحكي موضوع فهمتو عسيلو سامي مثل فما صوت فما فايب فما خدمة مزيانة، لكن الموضوع عطينا موضوع. هذا شنو الريمارك الوحيد اللي نعمله؟ ما عندك حتى إضافة؟ تستحق أي حاجة غير الفلوس؟ تجب تعمل عليها طلع في الانستغرام بسعادة وبسعادة كراني براش عاد فش والخردو 16 نربح حتى تلعب زايد واحد كونتر 12 هني على فردك عيبة وانتي واحد قديش انتي تبش وقش فوق مانكا ما تسواش انتي دوبي دوبي ديشن وتربيت عدريش قم اونيو جينيريشن تمع في عرقك بليش باللي عملوا معي الخيب عمري مسئلت عليش ظاهر كيف لمتنا قاعدة خف من نعمة مكليش.